مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم كيك كتير كتير رائع وعن جد عن جد طيب وببورد على القلب بهالشوبات روعة. مثل ما شايفين الشكل بيحكي عن الطعمة، طريقة كتير طيبة ببيض الوجه للضيوف، يعني شي كتير فخامي. شايفين منا شكل رائع كتير كتير روعة بثلاث طبقات. شكل كتير حلو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط ثلاث بيضات، ثلاث أرباع الكوب سكر، ملعقة صغيرة فانيلا، سائلي أو باودر ما في أي مشكلة. بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم منيح بضيف عليهم ثلاث أرباع الكوب مي أو حليب، ثلاث أرباع الكوب مي، ربع كوب زيت نباتي. بعير المقادير بنفس الكوب. ملعتين صغار بيكنج باودر، ملعقة اثنين. عندي هون كوب ونص طحين، مننخر الطحينات، مننخر الطحين عشان ما يكبتل معنا بالكيك. نخلت الطحينات، هلا بضيفهم فوق الخليط. بخلطهم منيح مع بعض. عم حمل الغاز على درجة 180 من الأعلى والأسفل. بس خلطنا الخليط منيح هلا بحطهم بصينية. هيدي الصينية حطيت بأرضها شوية زبدة، بس لهادي ورقة الزبدة ثبتها بالصينية. هلا بحط الخلطة بقلب الصينية. بسم الله. أنا عملت كيك كتير بدي إياه يكون رفيع، ما منا سماك إلا الكيك. أنا عملت كمية بسيطة عشان بدي طبقة من الكيك بس. بعملهم بهيدي الطريقة. هلا بدخلهم على فرن حامي على درجة 180 من الأعلى والأسفل. هيدا الكيك بعد ما طلع من الفرن أخذ بالفرن 30 دقيقة. هيدي سميكة الكيك اللي أنا بدي إياها، منا كيك كتير رفيع. بحطه على جنب ليبرد بحرارة الغرفة. بدي أعمل أنا وياكم الطبقة التانية. اول شيء عندنا 200 ملي حليب بارد، ضيف ظرف كريمه. الكريمه بتعملوا الطريقه المكتوبه عندكم على الظرف. وبضيف كمان ملعتين طعام ماسكربوني. بخفقهم مع بعض على سرعه عاليه. خفقتهم حوالي دقيقتين. بدنا نقص قطعة من الكيك على هوا حجم القالب. Thank you.
6 قطع من الكيك على هو حجم القالب. هلا بحطها على الصينيه او على طبليحه. يلا بشيل الاطراف. هيدي من الجهة السفلى بحطها بالقالب بزركها. بستك بعود صغيرة بعمل بهيدي الطريقة. عنا هون بيجات حوالي ملعقتين طعام حليب. بنسقي الكيك بهيدي الطريقة. استعملنا حوالي ملعقة طعم بس حليب تقريبا. بس حطيت الكريمة بهيدا الشكل على الكيك. هلا بحطهم بالبراد اقل شي ساعتين لتجمد عنا الكريمة منيح. عنا بالطنجرة فراولة حوالي كوبين. بضيف عليهم سكر. حطينا ملعقتين طعام سكر. هلا الفراولة والسكر رح يعملوا عنا شوي مي. فيكن تستعملوا فراولة فريز فريش وفيكن تستعملوا فريز مطلج، ما في اي مشكلة. هلا بتركن ليغلوا ويدوب عنا السكر. بس بلشوا يغلوا عنا، هلا بتركن حوالي 3 دقايق ليستوي عنا الفريز. بعد حوالي 3 دقايق بس استوى عنا الفريز، هلا بدي اضيف الجلي. بحط ظرف الجلي، حركن منيح. بنحرك منيح ليدوب عنا الجلي. بس داب الجلي وصار عنا الخليط بهيدا الشكل، هلا بنطفي الغاز وبحطن ليبردوا شي بسيط لحطن على الكريمة. بس جمد عنا منيح الحلو هولي، تركتن على المجلى حوالي 5 دقايق. بدي احطن هلا على وجه الكيك. بوزعهم بهيدا الشكل على رواق عشان ما تطلع الكريمة للأعلى. هلا برجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعة ليجمد عنا الجلي منيح. هيدا الكيك بعد ما جمد عنا منيح بالبراد بدنا نشيله من القالب. بهيدا الشكل طلع عنا شكل كتير رائع. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.